شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 356 تعلن عن فرص عمل بكبرى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية. 1. مطلوب مهندس مدني، هندسة مدنية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال صيانة الطرق. 2. مطلوب مهندس مواد، هندسة مدنية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد. 3. مطلوب مساحين، متخرج من مدرسة مساحية وخبرة في أعمال الطرق لا تقل عن 3 سنوات وكفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل. 4. مطلوب مراقب طرق، شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله ولديه خبرة كافية في أعمال تنفيذ أو صيانة الطرق. 5. مطلوب سائق جريدر، شهادة دبلوم فني أو متوسط ولديه خبرة سابقة. 6. مطلوب سائق تريلا، شهادة دبلوم فني أو ما يعادله. 7. مطلوب ميكانيكي معدات ثقيلة، شهادة دبلوم فني أو ما يعادله. أرسل السيرة الذاتية على الإيميلات التالية، والاتصال والاستفسار على الأرقام التالية. عنوان الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج، نتمنى لكم التوفيق.